السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من معرض منزلي للأدوات المنزلية. فيديو جديد ومميز من معرض منزلي للأدوات المنزلية، كل يوم جديد. فلو انتوا أول مرة تشوفونا، فاحنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية مهتمين بكل جهاز العروسة وكل كبيرة وصغيرة في مطبخك يا ست البيت. والنهاردة بنقدم لكم فيديو جديد ومميز عن أطقم ملامين الشريف الأصلي وأشكالها اللي موجودة عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية، وهنقول لك على نصايح مهمة جدا بالنسبة لطقم الملامين. في البداية لو انت اول مرة تشوفينا، بنتمنى تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد من الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها على القناة، وبنقدم لكم عروض اسبوعية ان شاء الله نتمنى تكون بتنال اعجابكم وبنشحن لكم لجميع محافظات الجمهورية. طقم الملامين من الاطقم المهمة جدا لجهاز العروسة ولاستخدام البيت. طقم الميلامين دايما احنا بنقول الاستخدام مش للنيش، كتير من الناس للاسف بتستخدمه للنيش، لكن هو الافضل ان هو بيستخدم طقم الميلامين، خصوصا لو طقم ميلامين يكون اصلي وخامته اصليه 100%. فاحنا النهارده معانا ومعاكم طقم ميلامين الشريف الاصلي، سبق واتكلمنا عنه وشرحناه ووضحنا فيه اكتر من معلومه. كمان بنوضح لكم ان في ميلامين شريف اصلي بيكون فرزه اولى وبيكون فرزة تانية، كل ده متوضح وموضحينه بالتفصيل في القناة. ان شاء الله ممكن ترجعوا للفيديو ده عشان هتستفيدوا منه كتير. وكمان بنأكد عليكم ان عندنا صفحة على الفيسبوك وهي صفحة معرض منزلي للأدوات المنزلية الحديثة. فيلا مع بعض هنشوف طقم ميلامين الشريف الأصلي المربع، مكون من 38 قطعة، عندنا 7 أشكال هنشوفهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، ده طقم ميلامين الشريف الأصلي، ميلامين 100% اصلي، ميلامين الشريف الاصلي. وزي ما بنقول لازم تكون كلمه الميلامين كلمه ميلامين الشريف بس بدون اي اضافات عشان نتاكد ان طقم الميلامين ميلامين الشريف الاصلي ويكون صناعه مصريه. تاني شكل معانا من اشكال اطقم الميلامين، الشكل اللي انتم شايفينه ده ميلامين الشريف الاصلي، متوفر عندنا بامر الله تعالى وبنشحن لجميع محافظات الجمهوريه. يبقى ميلامين الشريف الاصلي هنشوف معاكم 7 اشكال متوفرين عندنا بفضل الله تعالى في معرض منزلي للأدوات المنزلية. ده تالت شكل معانا من أشكال أطقم ميلامين الشريف الأصلي. رابع شكل معانا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل الوردة دي ما شاء الله شكل جميل جدا، برضو متوفر ومتاح عندنا بأمر الله، 38 قطعة ميلامين الشريف الأصلي. ده الشكل اللي بعده من أشكال ميلامين الشريف الأصلي. وطبعا المفاجأة ان طبعا طقم الرخامي اللي كتير من الناس بتطلبه وبيكون مش متوفر في اوجات كتيره، فاحنا بنقدمه لكم النهارده بامر الله تعالى. عندنا ميلامين الشريف الاصلي الرسمه الرخامي الذهبي، وكمان عندنا منه الرسمه الفضي. ده وده متاح، طقم ميلامين الرخامي ال 38 قطعه، الشكل الفضي موجود والشكل الذهبي برضه موجود. ميلامين الشريف الاصلي فرزه اولى متوفر عندنا منه 7 اشكال، اول شكل منه الرخامي الفضي والرخامي الذهبي والاشكال الوردة دي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، متوفر 7 اشكال من ميلامين الشريف الاصلي متوفرين ومتاحين في معرض منزلي للادوات المنزلية. ميلامين الشريف الاصلي فرزة اولى ما شاء الله، خامة عالية جدا جدا، ميلامين محترم بيدخل الميكروويف وغسالة الاطباق وامن وصحي في الاستخدام، متوفر عندنا في معرض منزلي للادوات المنزلية. عنواننا المنيا ملاوي شارع 26 يوليو معرض يحيى الفحار للادوات المنزلية، وكمان بنشحن لجميع محافظات الجمهورية. طقم ميلامين الشريف 38 قطعة، تقدروا تطلبوه من عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية بأفضل وأجمل الأشكال زي ما انتوا شايفين كده بأمر الله متوفر عندنا. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة لو أول مرة تشوفونا. أي منتج حابين إن احنا نعمل عنه ريفيو اكتبوا لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله مش هنتأخر عنكم في أي شيء بإذن الله تعالى. بنتمنى تصلوا وتسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات جاية كتير من معرض منزلي للأدوات المنزلية. دي كانت أشكال ميلامين الشريف الأصلي المتوفرة وموجودة عندنا بأمر الله تعالى.